حييكم مشاهدينا مع الحل عنا عبر الام تي في مع بداية هالأسبوع. الشتاء بتمنى يكون ناعمة لأنه نحن بحاجة للمياه، إن كانت للشرب أو إن كانت للري أو حتى للمزروعات، وقدي نحن مسؤولين كمان نحافظ على كل نقطة من ما تتحول النعمة لنقمة. كمان أنا بتمنى أنه الهدنة في الجنوب اللبناني وفي غزة كمان تكون مش بس هدنة مؤقتة، تكون هدنة مستمرة حتى بالحوار نقدر نحل كل مشاكلنا، ما يكون لبنان دايماً عم يدفع ثمن ضحايا. نحن أكيد بنحني دايماً أمام تضحياتهم دمائهم يلي دايماً تظهر كرامة بهذا البلد. وأنا اليوم كمان بيسرني كتير أني استضيف معالي وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، يلي طبعا من خلاله بدي أني اتوجه له طبعا بالتعزية، وبالتالي بدي كمان اتوجه له بموضوع أكيد كل عم بيحكوا فيه، هو قضية المواسم يلي كمان هيدا جنى عمر المواطنين السالمين يلي قاعدين بقراهم، يلي للأسف يمكن البعض منهم ما قدر أبدا قطف موسمه والبعض الآخر أكلته النيران. فمعالي الوزير أولا أهلا وسهلا فيك بالحل عنا عبر الام تي في، ودائما في حلول لكل قضيه، فان شاء الله هلا هالقضيه اللي مطروحه على صعيد غزه والشرق الاوسط انه تكون دائما سلام وامان للشعوب كلها ومنهم للبنان. شكرا بدايه على الدعوه الكريمه، شكرا للام تي في ولك بالشخص سيدتي الكريمه. طبعا ما يحدث او ما حدث في جنوب لبنان او في قطاع غزه هو عدوان بامتياز طال البشر وطال الصحافة وأيضا طال القطاع الزراعي وطال البيئة اللبنانية. من هنا أبدأ لأقول نحن في هذا الوطن نتمسك بحقنا كباقي دول العالم وشعوب العالم. هذا الحق أعطتنا إياه شرعة حقوق الإنسان، اليوم المواثيق الدولية، حتى الأعراف الدينية والإلهية. وبالتالي نحن نؤكد كحكومة لبنانية وكفريق سياسي نحن نعتصم بهذا الأمر. من كان يأتي إلينا ليقول أن أضبطوا الملف اللبناني، نحن نقول فلتضبطوا إسرائيل ولتجرموا العدو الإسرائيلي، وبالتالي أعتقد أن هذا هو المعيار وهذا هو المنطق. وهناك توافق الحمد لله لأول مرة في صحيح. لبنان يعني. صحيح. معاليك طبعا لما بدخل على عدوان من هذا النوع يمكن غير التهجير أو النزوح، أنا بسميه نزوح لأنه هيدا داخلي، قدي في من الأراضي يلي هي مساحات كلها زيتون، والزيتون له رمز كمان، كلها مواسم كروم، كلها اليوم أكلتها النيران. اليوم كحكومة لبنانية كوزارة زراعة قادرين نعود على الناس؟ قادرين نعيد زراعتها؟ شو قادرين نعمل؟ سيدتي أول أمر نحن من 8 شهر الماضي بلشنا نشتغل على موضوع إحصاء بما قدر لنا، لأنه في بعض المناطق ما بنقدر نبعث الموظفين، لا لأنه في قلق على حياتهم، في اعتداء بالمباشر. نعم. حتى الآن في 438 حريق أحرق نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية بالقنابل الفوسفورية المحرمة دوليا. أدي كان الحيز الزراعي منه حتى تفاجئ الأرقام كبيرة جدا، 60,000 غرس زيتون وشجر زيتون منها يصل إلى 250 سنة معمر، على الرمان وعلى الكروم وعلى الرمان وناهيك عن اللوزيات وناهيك عن الحمضيات والموز. بالإضافة إلى ذلك عندنا ما لا يقل عن 1200 دنم حرجي ومسمر قضي عليهم بالكامل. ليش؟ لسبب بسيط، لأنه هذا العدو لا يفهم ولا يفقه لا موضوع مناخ ولا حقوق إنسان ولا احترام شرع أبدا أبدا، يعني يريدها أرضا محروقة. هذا اليوم يحتم على الحكومة اللبنانية التحرك باتجاه أمرين. أنا كوزير زراعة أطلعت مجلس وزراء وقلت أنه أولى الأولويات أن نعود لهؤلاء المزارعين اللي ممتدين على 110 كيلومتر على طول الحدود، يعني من اللبوني وصولا لشبعة مرورا بكل هالمناطق الحدودية. طبعا التوصيف الداخلي بده يكون في مسوحات، والحكومه اللبنانيه التعويض بالمباشر، وانا تحركت كمان باتجاه الهيئات المنحه والمنظمات الدوليه وايضا مجلس الامن. صحيح، هلا مجلس الامن حطينا اودعناه، صاروا اكثر من 5 أو 6 اليوم شكاوى، ولكن انا باكد لك انه مجلس الامن لن ينفع ولن يضر بشيء، بس نحن واجبنا كلبنانيين كحكومه لبنانيه كدوله لبنانيه انه نضل متمسكين بشرع بهذه الشرعيه الدوليه وان كانت صوريه حتى الان. نعم. فيما خص اليوم الدعم من قبل المنظمات الدوليه العامله في لبنان او من الخارج، انا اخذت اوكي من منظمه الفاو اللي خطبت امينها العام ورد مشكورا،
وقال نحن مستعدون للمساعدة بهذا الإطار، سيصار إلى أن يكون هناك مسح بالإضافة لوزارة الزراعة مع منظمة الفاو، ويبنى على شيء مقتضى حتى يكون دقيقين، مع أنه نحن هلأ عنا مسح كل قرية قد يصار فيها نسب أضرار، ولكن نحتاج أيضا عدد الأفراد وكل هذه التفاصيل. في يعني أصحاب الأملاك وغيره مطلوب منهم يحضروا شيء أو يكون عندهم شيء؟ هلأ بالمبدأ بس حتى نكون عملنا اللجنة حتى نشوف شو المطلوب، وبفتكر بده يكون هو العمل ميداني، لأنه هلأ موجود مجلس الجنوب على الأرض، موجود الجيش اللبناني على الأرض، موجود الهيئة العليا للإغاثة على الأرض. مهم جدا، أعتقد أنه نحتاج التشبيك ليس أكثر. بالتشبيك بفتكر نوصل لأرقام موحدة، لأرقام تقدر تصيب الناس اللي تضرروا جراء الاعتداء الإسرائيلي، إن كان مباني، إن كان مزروعات، وإن كان ضحايا، لأنه سقط ضحايا في ضحايا كمان وأبرياء. وبالتالي بهذا الإطار بفتكر أنه لازم تسريع، لأنه أولى الأولويات اليوم هو تعزيز صمود أهلنا في الجنوب اللبناني. طبيعي. لأنه إذا ما صمدوا أهلنا في الجنوب في مشكلة كبيرة. معالي الوزير، بدخل شوي معك بالخطة الزراعية، لأنه حضرتك وضعت استراتيجية وخطة، خصوصاً أنه تبين بلبنان لما بلش الانهيار المالي من 2017، خلونا 2019، قدي حسينا أنه قدي مهم الزراعة بحياة اللبنانيين للبنان، فقدي مهم أنه ينوضع خطة طويلة الأمد حتى يكون عندنا أقل اكتفاء، لأنه عشنا ما عشناه بإقفال معابر أو البحر وغيره. فاليوم وين صارت هالخطة؟ سيدتي هناك خطة، هناك استراتيجية لوزارة الزراعة، هذه الاستراتيجية ممتازة جدا. عندما أتيت إلى وزارة الزراعة كانت الأولويات ممتازة، لكن بعد إرهاصات كورونا وبعد إرهاصات الحرب الأوكرانية الروسية واليوم المسجد في لبنان والانهيار المالي والاقتصادي والمصرفي، تغيرت الأولويات. اليوم حضرتك تحدثي بأمر هيك يوصف حالنا كلبنانيين، هل نحتاج دائما أن نستورد كل ما نأكل؟ لا أبدا. اليوم نحن قلنا أولى الأولويات هو توسيع ونخرج فرشماني كمان تماماً. يعني تماما اليوم عندنا زراعات تقليدية نحن مصدرين إلى ممتاز، ولكن نحتاج تعزيز الأمن الغذائي وتعزيز سلامة الغذاء من خلال توسيع المساحات المزروعة من القمح، القمح الطري. نحن القمح الصلب عندنا عم ينزرع السنة من طيلع من 120 إلى 160 ألف طن، أمر جيد بكفي السوق المحلي للبرغل للمعكرونة، ولكن منصدر منه بس هذا لا يكفي. نحن تخيلي جنابك نحتاج كل شهر 23 ألف طن من القمح الطري مستورده من برا، من كب مصرياتنا كليتون برا لحتى نطعمي ناسنا وأهلنا. من هيك السجل الزراعي اللي نوضعه مبارح، ذكرته ببيان وزارة الزراعة، المزارعين اللي مسجلين بالسجل واللي غير مسجلين يتسجلوا من هلأ لسبعة كانون حتى يحصلوا على بذور القمح المجانية اللي هي طبعا مقدمة بالمراكز الإقليمية. تماما، اللي هي مقدمة طبعا من منظمة الفاو، منظمة الفاو كهبة من الحكومة اليابانية عبر شاشتكم. بتشكر معالي وسعادة السفير ونتشكر الحكومة اليابانية اللي مش أول مرة بتقدم هذه الهبة لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى WFP، بالإضافة إلى المنظمة العربية للتنمية الزراعية. نحن شو عم نقول سيدتي؟ عم نقول قد ما وسعنا مساحات القمح الطري قد ما بنكون نحن عم نعمل استقرار في الأمن الغذائي. أنا ما عم بقول بدي وقف الاستيراد بالمطلق، 100% اليوم اكتفاء ذاتي ممكن يكون هو مش حلم، هو طموح حنوصل له بعد 5 سنين، ولكن من هول 5 سنين ما عندناش مشكلة، بضل فينا ما نحتاجه نستورده، ولكن الأولى اليوم أنه نقدر نحن نعمل سلاسل الإنتاج في هذا القطاع تحديدا، نقدر نكون واضحين، خصوصا أنه القمح الطري مع القمح القاسي اثنينتون هذا هو الرغيف اللبناني. يعني هذا هو الرغيف اللبناني. صحيح. وجدودنا كانوا يأكلوا من هذا الخبز يعني، ولا بنتغنى بالساج بس نحن كمان نتيجة هيك، هذا وقعنا وريحته بتشق القلب مثل ما بيقولوا. بيبقى سؤال يمكن لو سألتيني، طب زرعنا قمح وصار في عنا إنتاج، أنا السنة الماضية زرعنا كوزارة 15,000 دنوم، السنة بنزرع 40,000، يعني 40,000. بس كانوا مستائين المزارعين لأنه ما استلموا لأنه وضع أول شيء إجت من أخرى، وتاني شيء 250 دولار شافوها قليلة على الاستيراد. كان بدهم أنه على القليل إذا بنستورد 320 والله يا أقله. هيدي أكيد وصلت لك الشكوى. ويا ريت بعد هذا كمان، يا ريت أنا بقدر كوزارة زراعة اشتري من المزارعين. الموضوع عند وزارة الاقتصاد، وهذا الأمر صرت حكي للمرة الألف، أنا قمت بواجبي على أكمل وجه. اليوم الحكومة اللبنانية لازم تلتزم تشتري القمح، وهذا الأمر كمان آخر جلسي أصريت عليه، وصار في أمر لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد أنه تشتروا، لأنه نحن عاملين مسح ومش كتير كبير الكمية، لأنه الناس باعت السوق السوداء. صحيح. بس برجع بقول لجنابك عبر الـMTV، أنا في مخص خطة القمح ومشروع القمح ماشي فيه، إن اشترت الحكومة أو لم تشتري
نحن مستمرون لأنه أنا أحتاج أن أصل إلى شبه اكتفاء ذاتي. هلأ بتقولي اليوم بك تخزن اليوم بعد انفجار مرفق بيروت في مشكلة، أنا بقول لجنابك أيضا موضوع إعادة إعمار مرفق بيروت أو غيره فيما خص السيلويات هيدي مش عندي، هي في سيلويات بالرياء لوزارة الاقتصاد لازم تعملهم، في عندكم مصلحة أبحاث فنية زراعية ما بكفوا جنابك. بس نحن شو عم نقول، أنا هلأ اليوم كمان عندي مشروع مع الـ WFE مشكور كمان ممثل هاي المنظمة عبدالله الوردات، حنشوف التجربة الأردنية عاملين سيلويات أفقية وليست عمودية وليست مكلفة، يعني عم نحكي 150,000 دولار، أنا بدي أقدر إذا قدرت جبت هبة نعمر لوزارة الزراعة. أما الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية ووزارة الاقتصاد ووزارة الأشغال العامة والنقل حتضل استراتيجيتها بدون يعمروا سيلويات بس مكلفة، يمكن بين عم ينقال بين 10 إلى 20 مليون دولار. ما بالحكي يا معالي تماما، أنا عم بقول لجنابك اليوم بدنا نبلش خطوة خطوة، ولكن يجب تسريع هذه الأمور لأنه هذا يوميات. السلة الغذائية سيدتي اليوم لا تنتظر أحدا، لا مناكفات سياسية ولا رئيس جمهورية ولا أبدا، يعني اليوم قدامك حلين، أو منركع وبنقول نحن استسلمنا أو لا بدنا نكفي. لا بدنا نكفي تماما أكيد. تماما هذا نحن مساكين بكل شلش من جذورنا. جنابك هذا طائر الفنيق اللي متغنى فيه شفتي لك مرة طائر فنيق بيموت؟ لا أبدا، ونحن هيك ما عليك اليوم يمكن عنا هيك مثل أمل كان دايما بلبنان هو القنب الهندي. نعم هذا الأمل هل ما زال موجود، خصوصا أنه المراسم التطبيقية بعد ما طلعت مبارف للتأخير، وقدام من وقت ما قرر أنه استعماله وزراعته واستعماله وتحددت المناطق قدام كنا وفرنا علينا خسارات بالوقت اللي معروف أنه رايح على شيء اسمه للدواء، يعني مش للأمور لا سمح الله، يعني اللي لبنان ومش بس للدواء جنابك، لأنه الجدوى الاقتصادية من القنب الهندي الصناعي لبلش من الأخير هي للدواء وهي كل شيء بفوت بالصناعات النسيجية، وبالتالي نحن عم نخسر كل سنة جنابك تأخير 1.5 مليون دولار كل سنة. كل سنة يعني نحن صرنا 3 سنين و4 شهور. طب هيدا 1.5 مليون قديه بيعملوا لنا يعني؟ شفت كيف بيعملوا الفرق؟ ما نحن عم نعمل عاملين حرب طويلة عريضة شعواء ونقاشات مع صندوق النقد ليعطونا 3 مليار دولار. بالوقت اللي نحن صرنا خسرانين من 3 سنين لهلا ما لا يقل عن 6 مليار دولار. ليش؟ يعني نحن منا بحاجة يعني؟ لا أبدا أبدا، برجع بقول لك أبعد من هاي. اليوم القنب الهندي الصناعي سيدتي أولا وأخيرا عم يشيل 3 شغلات، أولا عم يشيل صفة أنه نحن بلد مصدر للمخدرات، ولهذا نحن كحكومة وكشعب وكمواطنين وككنيسي وكجامع نرفض بالمطلق. اثنين نحن ونرفض زج لبنان حتى اللي صار مع المملكة العربية كلنا بنعرف أنه الرمان منه انتاج لبناني بوقتها كان. وبالتالي سيدتي هذا أول أمر. أمر الثاني العامل الاقتصادي 1.5 مليار دولار، 1,500,000 دولار باردون يفوتوا على الاقتصاد اللبناني، مش بس بينعشوه بغيروه رأسا أكيد. على عقب ثلاثة والأهم هاي النبتة سيدتي هي على 6 و6 مكرر لكل اللبنانيين. يعني أنا بعطيكي أهم المناطق اللي ممكن يكون فيها الإنبات والإنتاج جيد هي البقاع. البقاع اللي فيه حتى تحددت أي مناطق بقاع تكون في مراقبة جدية عليها. يعني بالبقاع مين فيه؟ في الكويتلي وفي الموارني وفي الشيعة وفي السنة وفي الدروق، يعني ما عاد ينحكى التفاح ماروني والتبغ شيعي. حتى التفاحات قلت لهم أنا كمان أنا أؤمن أنه هو لبناني. طيب فإذن سيدتي ليه مأخرين؟ مجلس نيابة الكريم أقر المشروع بكل تفاصيله وتلويناته، وكل الناس كانت عم تقول يلا اتكلنا على الله هذا المشروع أساسي، واليوم الصناعات أو المصانع الكبيرة ناطرتنا بس نعمل مراسيم تطبيقية. أنا لم يقدر لي حتى الآن أنه نقدر نخرج الموضوع، يمكن لأنه هلأ المجلس النيابي يعني كلنا المتمنين اليوم ينعقد فقط لي انتخاب رئيس للجمهورية، بس هو المجلس النيابي عمل دوره، عمل دوره يعني صارت القصة وين هلأ؟ بمجلس الوزراء. طيب وأنا أؤكد لك حكومة تصفيقية ما بتقدر تبت بموضوع مراسيم تطبيقية وتوفر 1.5 مليون دولار، مليار 500,000. وأنا قدامك هون عند بالام تي في بقول لك انه طالما انا وزير الزراعه بدي ضل دافش بهذا الملف، ونحن بدنا نساعدك كمان رأس حربي لحتى نوصل، لانه برجع بقول لك ما حدا متضرر اكيد. يعني غريب العدو الاسرائيلي جانبك بلش ينتج بذور القنب الهندي الصناعي لك قد ايه سابقنا ونحن وين بعدنا. اذا بهذا الاطار بقول لك ماكنزي اول طرح طرحه من اهم اولويات النهوض بالاقتصاد اللبناني هو القنب الهندي الصناعي. مع الوزير عنا صفحة إعلانية قصيرة ومنتابع مع حضرتك الحال عنا عبر الـ MTV.
منتابع الحل عنا عبر الام تي في مع معالي وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن. دكتور بحكي دايما عن الرزنامة الزراعية والمتغيرات اللي مرات بتصير نتيجة عوامل طبيعية، نتيجة كمان الوضع الإقليمي اللي عم يتغير من إقفال طرق برية، مرات السعودية إن شاء الله بترجع بتفتح أمام الصادرات اللبنانية، وبالوقت ذاته حضرتك كان عندك زيارة مؤخرا على المصنع لأنه موضوع التهريب يعني موضوع يعني المزارعين عم يتصدوا له قدر ما بيقدروا، وبدليل يعني عم يدخل فواكه وعم يدخل خضار بعز الفاكهة والخضار، ما رح نحكي عن أمور تانية. نعم سيدتي، في هذا الإطار بالتحديد وأشكرك على السؤال، لأنه الرزنامة الزراعية في لبنان لا شك بعض الرزنامة الزراعية مع بعض الدول ممكن تطويرها، ممكن تحديثها. ليه؟ لأنه أصلا نحن في لبنان لم نعد فقط نصدر ما كنا نصدره تقليديا، بالعكس في عنا زراعات جديدة يمكن لازم نطور فيها، ولكن نحن دائما وأبدا كان الخيار والهاجس أنه أدي فينا نحمي المزارع اللبناني، وبالتالي كل ما يربطنا برزنامة زراعية بالدول العربية وغير العربية مضبوط الإيقاع. يعني تخيلي اليوم بعطيك على سبيل المثال عندنا موسم الحمضيات، حبة حمضيات ما بتفوت على البلد. موضوع الزيتون، موضوع الزيتون ولا حبة جرام واحد زي زيتون بيفوت على البلد بطريقة شرعية. غير شرعية هذا الموضوع اللي أنا بدي أقول لجنابك. نعم مش بس على المصنع، أنا دائما بعمل جولات لأنه أنا بطلع كل يوم على البك الهرمل، بمرق من هناك بروح على عكار وبشوف المنافذ البرية لحتى نشوف كيفية انسيابية خروج ودخول منتجات الزراعية اللبنانية. لله الحمد الأمور جيدة، ولكن التهريب في كميات كبيرة اليوم. أنا الحليب كل شيء جنابك برجع بقول لك، اليوم حكينا ومشكورة قيادة الجيش، القائد والضباط اللي بالقيادة والمخابرات والأمن العام والجمارك مشكورين، ولكن هذا الجهد لا يكفي، وأنا بعرف تماما ما أعني ما أقول، لأنه اليوم إذا تحطي عسكري على كل متر عندك 70 أو 72 كيلومتر من العريضة للهرمل مرورا بوادي خالد، هيدي المنطقة اللي عم تعملنا إشكالية وهي المنطقة اللي عم تعملنا أزمة. بس أنا شو بقول؟ بقول بما خص القطاع الزراعي، هل عم يهرب اليوم تفاح أو بندورة أو عنب أو إلخ؟ مش في تاجر بالداخل اللبناني عم صحيح. هون بدنا المحاسبة لحتى نقول نحن لازم نكون شديدين. عملنا بموضوع العنب نشغل شغل مرتب يعطيهم العافية أمن الدولي، وأتمنى أنه نكفي بهذا الموضوع، لأنه اليوم في عنا طالعة صرخة بالزيتون وزيت الزيتون صحيح، خصوصا سنة قليل الزيتون تماما، واللي صار بالزيتون بالجنوب تماما يعني هذا بيهدد هدد الأمن. هناك بعض الأصوات سيدتي تقول أنه عبكرة بيغلى زيت الزيتون لأنه نحن أصلا موسمنا الكام بالكورة أصلا إدي عم تدعموا كمان الزيتون مع الفاو، وإديش يعني صارنا عم نصدر زيتون وعم نصدر زيت صحيح. وعم ننافس يعني مثل ما عم ننافس بالكرمي بالعنب نعم نعم، خدنا سبعة من جوي جنابك بدير ميماس وغيرها وأنا أؤمن سيدتي أنه هذا القطاع هو قطاع أول في لبنان. نعم. يليه قطاع النبيذ، يليه عنب الطاولة، يليه اليوم البطاطا، ويليه الموز، يليه الحمضيات، وبالتالي لا نحن بألف خير، ولكن نحتاج نشد إلى مواطني أكثر يعني. ونشد شوي نحن إن كان الهيئات الرقابية وإن كان الهيئات الإدارية وإن كان أيضا القوى الأمنية. بهذا الإطار الموضوع الرزنامة الزراعية برجع بأكد لك اشتغلنا على موضوع الرباعي العربي أنه يكون في تسهيلات فيما خص شهادات المنشأ أو الفحوصات، هذا الأمر بعده في طور التنضيج، نعمل مذكرة تفاهم لبنانية سورية أردنية عراقية، هذا ممتاز جدا مهم جدا. نحتاج أيضا تسهيل عملية الترانزيت، وهذا الأمر بعرف أنه يؤرق خاطر كثير من المصدرين، لأنه بالنتيجة يعود بالنفع أو بالضرر على المزارع اللبناني من خلال قدرتنا على المنافسة في الخارج ومنه على المستهلك بالنتيجة تماماً كمان تماماً يعني تماماً. ما عليك بموضوع دي بنقدر نشجع الزراعات، اليوم ذكرت في زراعات بديرة دي اليوم الوزارة بتقدر تأمن إن كان بذور ولا شتول ولا يعني بعرف إنه كان عندكم شتول، بعدين هون هيك طرقت على راسي فكرة ما دام حضرتك بالهرمل كان عندي زيارة للعاصي لأول مرة بطلع للمنطقة لفوق، قد ما شفت مساحات واسعة صرت له وقالوا لي إنه كلها مشاعات صحيح، قدام نقدر يعني نستفيد منها إن كان طاقة شمسية إن كان صحيح. زراعات وانبسطت كتير إنه رح يكون في أكبر معمل علف بالشرق الأوسط، يعني هذا نحن كمان قدام بيساعد لبنان، وهذا بيأكد جنابك إنه توجه القطاع الخاص اللبناني نحو الزراعة والأمن الغذائي وهذا مهم. بعطيكي مثال بسيط، ببعلبك الهرمل لوحدة مزروع ما لا يقل عن 600 ألف شجر زيتون من العام الماضي لليوم، هذا دليل إنه الناس صارت عم تتحرك بهذا الاتجاه. أنا أؤمن التشبيك بين القطاع العام والخاص أولاً،
ثانيا تحديد الاولويات بالنسبه لنا كوزارات مختصه بوزاره الزراعه. انا بقول لك اصعب شغله عم تواجهني هي اليوم تخفيف الاكلاف على المزارعين، يعني عندك المي وعندك المدخلات الزراعيه. المي حنلاقي لها حل، وطرحنا هذا الموضوع مع البنك الدولي، قرض البنك الدولي ل 200 مليون دولار، طرحنا موضوع يكون في طاقه شمسيه لكل بير ارتوازي عم يسحب من المياه ان كان سطحيه او غيره. هذا الامر فيما لو مرق ان شاء الله بمجلس النواب بفتكر انه بيعمل نقله نوعيه. اكيد. ثاني شيء والاهم العمل التعاوني والارشادي، لانه بدون العمل التعاوني تحديدا التعاونيات النسائيه لا يمكن لنا ان نتحدث. بكل حال انا بشكرك لانه مدام غلوريا ابي زيد مديره العامه رح تكون ضيفتي نهار الجمعه. نعم. وبشكر موافقتك على هالموضوع. نعم. لانه قد ايه بدنا نشجع التعاونيات، يعني لانه هي هلا وقتها بتصور. نعم. انا بدي احييها لغلوريا وبدي احيي كمان لويس لانه حقيقه عم يشتغلوا بكل ما اوتيوا من قوه. وبدي اسمحي لي كمان حيي كل موظف في وزاره الزراعه، انا ما بعتبر في موظف لانه ما عم يتاخروا وعم بيكونوا موجودين. صدقيني صدقيني باللحم الحي، صدقيني هودي الناس تقبل ايديهم، مش لاني انا وزير الزراعه بس لانه انا عم شوف قد ايه اليوم هاي الوزاره سياديه بامتياز، واليوم مركزيتها انه اليوم هي يوميا بده يكون في عندي حدا في شحنات عم تفوت وفي شحنات عم تطلع. ومش بس بالداخل اللبناني، يعني حتى المدير العام اليوم اسم الله عليه يعني عم يبرم عم يلحق له بين اكسبويت وبين تسويق لانتاج لبناني، هيدا شيء يشكر عليه. بدي ادخل معك شوي بموضوع قطع الاشجار يلي اليوم قطع متعمد مع ارتفاع سعر. صحيح. المازوت مش أول مرة ومش أول سنة، ولكن مرات لما بيكون عندنا أشجار مثل الزيب مثل يعني هيدا أشجار نادرة. نعم. أكيد بتكون وصلت لك شكوى العقورة بوادي الدبور، وهلأ رح نشوف فيديو صغير يعني من سنة بلشة وطلع كشفه من وزارة الزراعة. صحيح. بجبيل عم نشوف الفيديو معاليك. نعم. يعني شيء مؤسف تكون بعدها مستمرة، المخفر معه خبر، الشرطة معه خبر، ولكن ما بعرف إذا تتخذ معاليك إذا بتشوف على هالشاشة. نعم. ما بعرف إذا تتخذ إجراءات من قبل وزارة الزراعة لأنه بتعرف. إيه. مع أبناء العقورة ما فينا نلعب. بيكي جنابك موضوع هذا العقورة بالتحديد سنة الماضية طلعوا الشباب ونعمل محاضر ضبط. محضر الضبط هل تكفي؟ بقول لك لا، ليه؟ لانه محضر الضبط بس عم يروح على القضاء عم يمكن شوي يكون في تساهل، او اصلا هو حتى قد ايه بيكون يعني قيمته. معروفين الناس اللي عم تقطعهم كمان قد ايه قيمته؟ مليونين 3 10. بيقول لك انا عم بعمل انا البيك اب عم يكلف له 70 80 مليون، يعني قد ما عملت له ضبط بضل مرتاح. انا مع طرح بيقول على الشكل التالي عبر قانون في مجلس نواب، نقول اول مره قطع عملنا له ضبط كوزاره زراعه، ثاني مره يجب ان يكون هناك 7 أيام حبس مع وقف التنفيذ لحتى يكون على الإضبار على سجل العدل تعوله موجود انه هذا الزلمه مخالف وقاطع للاشجار، لانه انا بعتبر كل شجره هي بتساوي ولد من اولادنا. أكيد. مش بس العقوره جنابك، اذا بتروحي على امبارح حيكوني الشباب بعكار شوف ليه. صحيح. يعني عندك كمان بعكار، عندك بالضنيه، عندك ليه؟ لانه بلشنا موسم اليوم موسم برد. صحيح. بس كمان الاشكاليه وين؟ نحن نتعاطى مع هذا الملف جنابك ب 30% من مأموري الأحراش. 70% صاروا بالبيت. بدي أسألك عنهم كيف لأنه طلعوا على التقاعد، يعني طلعوا على التقاعد وناس منهم فلت، وعندي أنا اليوم في مأموري الأحراش موجودين، بس حتى الآن كمان الاشتباك السياسي ما مخلينا لحتى نقدر نستغلهم ونستثمرهم والوزارة تستفيد منهم. مين بده يحميهم؟ يعني تصور مع كل مأمور لازم تروح معه دورية مثلا. وأضف إلى ذلك اليوم في عنا أزمة مازوت وعندنا أزمة محروقات. طيب شو الحل؟ الحل بسيط، نحن نتواصل مع وزارة الداخلية مع معالي الوزير عم يساعدونا مع البلديات. انت البلديات بتقدر تساعد، بتساعد قد ما بدك. ليه؟ لأنه البلديات اليوم بما قدر لها أقله يكونوا هن يقولوا يا عم اليوم في قطع بالمحل الفلاني في فلان وفلان وفلان، ونحن بنقوم باللازم كضابطة عدلية، لأنه لوحده وزارة الزراعة ما بتكفي. يعني امبارح اليوم كان في شفت هيدي بعكار مثلا. نعم. بعثوا لي شباب هيدي بفتكر بالأموعة. مزبوط. بعثوا لي شباب جنابك امبارح انه في بيان عبر منصات التواصل النائب الدويهي انا بموضوع قنوبين، وكنت بدي اسالك عنه. بموضوع مار اسحي. سبقتني مار اسحي، مار انطونيوس اسحي. انا عم بحكي معك جنابك. بعثوا لي هلا الشباب التقرير، بعثوا لي تفصيل، راحوا في شتاء كثير راحوا نزلوا. بدي اشكر كمان شباب منطقة الشمال، مصلحة الشمال، سونيا ابيض والشباب اللي معها. اليوم نحن عاطين رخصة التشحيل، رخصة التشحيل كانت مضبوط الإيقاع كانوا عم يشتغلوا عليها، بعد رخصة التشحيل راحوا على رخصة تانية يبدو البلدية عاطيتهم أو ما بعرف مين وشق طريق. هذا الأمر مخالف للقانون، نحن كوزارة الزراعة حناخد الإجراءات اللازم بهذا الموضوع. حأتواصل بعد ما أطلع من استوديو من عندك مع المدعي العام البيئي لحتى نقول له ياخد يبنى على شيء مقتضاه. بس أنا بتمنى
سعاده النائب الدويهي يمكن ميشيل دويهي. يا استاذ ميشيل هلا بعطي تحت الهواء بعطيك رقمي، انا بتمنى من قلبي، الموضوع بسيط جدا، اي مخالفه بعد امرك واتساب صغير مثل باقي كل الساده النواب لحتى نتفاعل ونكون نحن عم نصيب بالمباشر، لانه يمكن بس تنحط على الفيسبوك يمكن ينتبهوا اللي عم يقطعوا اجار ونكون نحن فوتنا فرصه علينا نمسكهم ونلقطهم. وبالتالي كمان بنبحه حكوني احد الاجهزه الامنيه وبعثوا لي صور فورا، بعثنا الشباب الساعة 8 بالليل وبتعرفي الجرود فوق كتير كتير وعرة، بعثوا لي صور. أنا اليوم كمان بعت كتاب بيوصل بكرة إن شاء الله، كان على وزارة الدفاع، قيادة الجيش، مديرية المخابرات، الأمن الدولي. أنا هيك بفتكر بنكون عم نعمل تشبيك، يعني هيدا التعاون والتشبيك بين بين الأمنيين. بس قديش اليوم البلدية تقدر تساعدكم؟ بتساعد كيف؟ بعطيكي مثال بسيط، بس الشرطي البلدي ما عنده صلاحية يمكن يوقف ولا لا، بس هو الشرطي البلدي جنابك فينا نحن بتعرفي اليوم إمكانية توظيف يعني مثل العقورة مثلا يلي صار مع الشرطي البلدي، أخذ يعني كان جازم والمخفر كمان بس بعدين وقفت هون. هلأ برجع بقولك هون بصير في التنسيق بيننا وبينه، نحن بنقول اليوم البلدية ما بعرف مين رئيس البلدية بينحكى مع المركز الأحراش، مركز الأحراش بيتحرك بينعمل زبوطة، هاي زبوطة بتترفع فورا على المدعي العام البيئي. هلأ طبعا بتقولي لي يا ريت أنا بقدر أنه اليوم هيدا يفوت على الحبس اللي عم يقطع للزابي، لأنه هاي الزابي جنابك ما بتقدر ترجع. أو تخيلي أنا وبعتولي صور في شجر أرز عم ينقص، مش حرام؟ هذا رمز رمز وطننا كليته، بتيجي بتقصه لي. شفتي لو كان بده يدفي ولاده او يلي بفصل الحرايق بنحرق قصد كرمال نستفيد من الاشجار طيب كيف عم تعطوا رخص للاستصلاح اراضي رخص التشحيل متشددين جدا جدا جنابك فيها، في حدا يراقبها؟ ايه طبعا طبعا، في مراقبه على اول شيء الشروط ومراقبه على بيجي مرحله ثانيه بعد ما يكون بلش عمليه التشحيل. ولكن انا بقول لجنابك شغلي، اليوم انا عندي تقريبا 1000 أو 2000 رخصة تشحيل في كل لبنان، هل فينا نتابع 1000 وال 2000؟ لا أكيد. هون دور البلديات يساعدونا والبيئيين والبيئيين جمعية البيئيين طبعا طبعا. وهون أنا بدي أقول لك كمان تحت الهواء فوق الهواء أنه اليوم ما بيبكي علينا إلا عيننا، يعني أنا عندي حرش بقرية معينة، خلي البلدية أو المجالس الاختيارية أو الأحزاب الموجودة أي حدا يقول يا جماعة بس اللهم ما تكون كيدية الأمور يعني ونحن ساعتها بنتحرك وبنساعد وقد ما فينا ما أوتينا من قوة، لأنه برجع بقول لك إذا ما حافظنا على ما تبقى من المساحات الخضراء في بلدنا نحن رايحين لمطرح ما منيح أبدا. عندي سؤال اليوم على التواصل الاجتماعي وحتى موقع الام تي في اليوم ذكر أنه النقيب البيطري في لبنان هو سوري ولكن مزور هويته إخراج أيده، وأكيد وصل لك شكوى. نعم. اليوم كيف رح تتعامل مع هذا الموضوع؟ جنابك الموضوع شفته على الفيسبوك، أنا كمان نحن اليوم دولة مؤسسات. نعم. النقيب هو يمكن علي مظلوم. نعم علي مظلوم، وقال مظلوم أهل أهلنا وحبايبنا من بريتال ومتجذرين عمر 500-600 سنة لبنانيين. هلأ هذا التفصيل أنا اليوم أدعو النقيب اليوم قبل بكرة خلي يكون في توضيح لهذا الأمر ويضع نفسه أمام القضاء وخلي الأمور تأخذ مجراها. إذا كان هو متجنى عليه بهذا الإطار فلتلاحق الناس لأنه هذه إشاعة، وإذا كان لا فليأخذ القضاء مجرى، لأنه أنا بعتبر كمان اليوم نقابة الأطباء البيطريين نقابة نعول عليها كثيرا، وأصلا نحن اليوم نعاني بموضوع فلتان كبير بهذا القطاع تحديدا. بتلاقي أي حدا بيبيع عدوى بيطري، أي حدا بيعمل عمل حاله طبيب بيطري، نحتاج قوانين في كنترول على كمان التصدير ده، في على الاستيراد. هلا جنابك هون نحن عندنا كوزاره الزراعه اذا بقول لك قد ايه البروسيدور صعبه وقد ايه مش معقده صعبه ما بتصدق، ولكن التهريب عم يجي شو يعمل؟ عم يجي يخلي المواطن اللبناني قدام خيارات، بتيجي بتقولي له هيدا الدواء اذا عم نحكي عن المبيدات بترشوا حقه 10 دولار والمهرب 2 دولار، وين بيروح؟ بيروح على 2 دولار. 2 دولار معناه مش عارف انه هو رح يكون ضحية كمان الانتاج، لأنه عم بيكون في ترسبات وبالتالي بترفض الضعف بالنسبة للانتاج الحيواني. نعم. اليوم كانت الوزارة مثلا يجيها مثل هبات بقر ولا وتتوزع، بعرف اللي صار سابقا ما كنت يمكن راضين عنه. ولكن اليوم عندنا هبات من هالنوع حتى لأنه اليوم بعرف أنه حضرتك بتسعر الحليب نعمل سعر توجيهي لسعر توجيهي. نعم. يعني جنابك كل ما كان يأتي منذ زمن بعيد كان جيدا، ولكن ربما ما كان يستفيد منه صغار، آلية التطبيق كانت غلط. تعرفي ليش؟ الفرق ما بين المزارع والمستهلك هذه الهوة مش موجودة. أنا أحتاج أن أخلق هذه الهوة اللي هي شو اسمها العمل التعاوني. هذا العمل التعاوني جنابك بيمسك القطاع كله بأمه وأبيه. عندنا تعاونيات وعندنا نقابات، في منهم مرتبين يعطيهم العافية وفي منهم أبدا لا،
في منهم لازم يفوتوا على الحبس لأنه عمل لي نقابي هو ومرته لحتى بس آخر آخر السنة يخذ له قرشين فيما مضى. اليوم لا، اليوم نحن نؤمن الدعم في هذا القطاع دعم مستدام. أنا أحتاج استمرارية واستدامة القطاع إن كان بشقه النباتي أو الحيواني، لأنه بعطيك مثال سيدتي لحتى كمان نرسم صورة متكاملة. اليوم نحن بلشنا نصدر عسل على الاتحاد الأوروبي، مشكورين ومشكور كل من ساعدنا بهذا الإطار. بتساعدوا مربين النحل؟ طبعا عملنا مؤتمر وطني للقطاع النحل بالوزارة، وعملنا كمان مؤتمر وطني لقطاع الزيتون. إن شاء الله كل أسبوعين حيكون في مؤتمر لقطاع من القطاعات، لأنه أؤمن سيدتي هذه القطاعات وحدها الكفيلة القادرة على أن تساعدنا وتساعد أنفسها. وبالتالي بهذا الإطار بأكد لك ما بنقدر نكفي إذا ما كان عم نتساعد كليتنا سوا ضمن رؤية واحدة هي الاستدامة. أنا بقدر بعطيكي 200 دولار كمزارعة، بس أدي الإمباكت تعوله. صحيح. أنا جيت سألت الهيئات الدولية منذ زمن بعيد من سنة ونص، قلت له أنتوا أدي دافعين تريليونات، هل تغير الواقع الزراعي في لبنان؟ قال لا. قلت له فإذا بدنا نغير اللعبة، نحن بدنا نغير نعمل آلية جديدة. شو بتقول؟ بتقول بدل ما أنا إجي لمزارع التفاح بار إكزامبل أعطيه 200 دولار لحتى يروح يقدر يحط بضاعته بالبرادات، بعمل له براد. البرادات بدها طاقة تماما، يعني اليوم والطاقة يعني هي بدها طاقة، ما في أكثر من البرادات بس بدها طاقة. بدل ما أجيب له 1000 لتر مازوت بيجي بعمل له طاقة شمسية. شفتي سيدتي بسيطة جدا وسهلة جدا، ولكن الرؤية كانت يمكن لأنه كان الوضع غير وضع. صحيح. يمكن الحياة كان غير حياة، يمكن كنا عايشين برفاهية. هلأ لا، هلأ نحتاج، هلأ عرفنا قيمة، يعني صارت وزارة الزراعة سيادية. صحيح. لأنه عرفنا قيمتها وقيمة استراتيجيات. وبتعرفي جنابك نحن مصدرين العام الماضي منتجات زراعية بنص مليار دولار. مش. هذا أكبر وهذا رقم مع إقفال طبعا 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 أكبر رقم والبحر. أكبر رقم بتشهد وزارة الزراعة. طبعا في له أسبابه أكيد، بس كمان حتى الناس اللي بيقولوا أنه يا خي اليوم الناس تحجم عن الزراعة، بقول لك إيه، في ناس تحجم وفي ناس مقبلين. على كل حال في ناس صار تلاقيني هوايتها، يعني اليوم إذا على البلكونات عم يزرع. صحيح. وصار يعني صحيح. صار في وعي إذا بدي أقول تماما للخضر. عندي بعد سؤال عن الثروة السمكية. أنا شخصيا بقول لما بكون لبنان من الشمال للجنوب وجهة بحرية، وجهة بحرية، يعني ما لازم ولا لبناني يموت من الجوع. صحيح. لأنه هيدي ثروة، يعني ولازم ما نستورد كيلو سمك أبدا. نحن بتعرفي قد ايه بنستورد جنابك؟ 85% مما يحتاجه الاستهلاك المحلي. في دراسة عملت عملتوها كوزارة زراعة طبعا. نحن على مدى سنتين وسنة تاتي إن شاء الله عم نعمل مسح مع سانرأس بالمشاركة مع الفاو ومع الجي اف سي ام. كان هناك بتو تركي ساعدنا، شفنا قدي ممكن نقدر نستثمر في القطاع السمكي البحري. أضف إلى ذلك عندي 15 أو 16 نهر ساحلي لا يستفاد منهم بشيء. أنا شو عم بقول يا جماعة؟ لما بتفوت المجرير عليهم هذه مشكلة المشاكل طبعا. صرف الصحي في لبنان هذه أول مشكلة بقية بدها على كل على مساحة الوطن كله. صحيح صحيح. لذلك اليوم القطاع الزراعة السمكي عندي مشروع مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، عملنا مسح أولي يصار إلى أن يكون أون باراليل النهري والبحري، لأنه عندنا نهرين، عندنا الليطاني بالجزء اللي مانوش ملوث، وعندنا العاصي، وعندنا الأنهار الساحلية، بالإضافة إلى أن يكون هناك عندنا استزراع سمكي حقيقي في المياه المالحة والمياه الباردة. وبفتكر أنا هذا القطاع اللي فيه 45 ألف عائلة بحق له لمرة واحدة كلية نوقف، خصوصا يعني بالعاصي يعني صار معروفين، يعني بنقصدهم مصدر جنابك مساحات ونقصدهم. صحيح. يعني في زراعة السمو. نعم. في زراعة يعني في مش الزراعة، في عندك مطاعم للترويت. نعم. وهودي عم نصدر على مصر مثلا وماشي الحال الأمور توفا بيان، بس هل بكفي هذا؟ بقلك لا، نحتاج اليوم أن يكون هناك مشروع متكامل. الجي اف سي ام وعدونا يكون في مشروع، اليو ان دي بي بلشنا شغل بعنجر، حيكون في عملية استنبات واستزراع سمكي لحتى يقدر أمن للمزارعين اللي بدهم يزرعوا سمك أو بدهم يربوا سمك، نقدر نقول لهم هيدي هل اليوم كم معين مجانا لحتى نقدر نشجعهم. حتى التعاونيات السمك، يعني في تعاونيات صيد يعني. نعم. موجودة بعدة مطار. صحيح. على هلا يمكن في موضوع صيد جائر هذا، وفي ديناميك، يعني الديناميك، وفي عندك الشباك. دايما بنوصل معاليك لوقت. نعم. تخربت شوي الأمور نرجع. تعرفي ليش؟ لأنه مهم أنت تمنعيهم، بس مهم تعطيه بديل. أنا مهم أنه قل له أنت ممنوع تصيد بالديناميت، كتير صح، وكتير صح قل له أنا ممنوع الشباك الصغير الصغير كتير لأنه أنت بتكون عم تقتل بزري، بس شو أعطيته بديل؟ أنا إذا لميت الشط كليته الناس كيف تاكل؟ أنا بدي أعطيه بديل. وشو قل له؟ وبدي أعلمه، بدي أدربه، بدي يكون في إرشاد
دائم ويومي لحتى نقدر نقول انه هذا القطاع عم يمشي اون باراليل مع باقي القطاعات الزراعيه. معاليك بنعرف انه دوده الصندل بتصيب الصنوبر للاسف، ومرات في قرب من المناطق السكنيه، وعم نشوف صوره وصلت لنا من الربوه. نعم. وانا بعرف انه دائما كنت لما اسال عن دوده الصندل يقولوا لي تتعالج مع دخول المدارس، الطلاب الى المدارس يعني بتشرين. صحيح. بقى اليوم مع الجيش اللبناني مشكور، هل في من خطه ولا تاخرنا ولا جنابك؟ نحن قبل ما اجي على الاستديو انا حكيت مع مدير عندنا بالوزاره دكتور مهنا، ونحن موجود عندنا المواد اللي مفروض الرش، ولكن سنة الماضي كان في عنا إشكالية بموضوع التكلفة الرش. طبعا جيش لبناني مشكورا، ولكن جيش لبناني كمان ما في يحمل كل شيء. لذلك اليوم هل تأخرنا؟ أنا بقول لك بهذا الطقس لا، ما فينا نرش، بده يكون في طقس ناشف لحتى نقدر نرش. عم نحكي نحن عن الجدوب العصنوبر البري. مزبوط. هلأ في إشكالية تانية اليوم، بنقول هل قادرين نحن نغطي كل لبنان؟ بقول لك نعم، لانه نحن التقديم اللي قدمتها الفاو من هذا البرودوي موجوده، فقط نحتاج اليوم نشوف اولا اذا كان بنقدر، اذا عطت يد الدنيا زي ما بيقولوا والرش، والنوعيه الثانيه اللي هي مفروض بشهر نيسان، واللي هي كمان بالتزامن لازم يكون في رش لموضوع مساحات القمح اللي ان شاء الله ستزرع كمان مساحات القمح، لانه بيصيب كمان هيدي. نعم نعم، نفس الحشره. ما عليك بعد معنا دقيقة، أنا بتمنى عليك هيك اليوم، نحن على مقربة من الأعياد، وبعرف شجرة الميلاد يعني كل البيوت بتحب أنها تكون عندها، وقطع الأشجار ما عم بيكون لشجر الميلاد للأسف شديد، عم بيكون للتدفئة. اليوم بهالمسؤوليات اللي حضرتك بتحملها، وعرفت أنه في حلول كتير طرحتها اليوم عبر برنامجنا، لمين بتتوجه بنهاية هاللقاء؟ أنا أتوجه بداية بالشكر لك وللأم تي في وللإعلام اللبناني، لأنه اليوم الإعلام عندما يلقي الضوء ويسلط الضوء على القطاع الزراعي حتما يساعدنا أولا. ثانيا أنا أريد أن أعلي الصوت فيما خص القطاع بأمه وأبيه للمساعدة من قبل الهيئات والمراكز المراجع الروحية، إن كان غبطة البطرك أو سماحة المفتي أو سماحة الشيخ، لحتى نقول أنتوا اللي بتصيبوا أكتر، أنتوا اللي بتقدروا تصيبوا هالناس أكتر، تحديدا المزارعين، لتحضوهن على الزراعة إن كان قمح، إن كان اليوم التوجه إلى المراكز الزراعية لحتى يكون في عنا التوعي والإرشاد بالمباشر. وثالث شيء بأعياد الميلاد وراس السنة، إيه صحيح مهم كثير نحط شجرة ميلاد، بس المهم أكثر أنه ما نقطع. في عم يجيب شجر من برا مستورد، معلش بس عفولنا شوي عن كم صنوبرة اللي بعدهم أو كم سندياني وأتمنى من كل قلبي هذا العيد يحمل الخير والرجاء للناس، والسلام، هذا والسلام أهم شيء، لأنه تعبنا كليتنا وبلدنا بيستاهل أكثر من هيك. صحيح. شكرا معالي وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، من خلالك بحيي كل المتطوعين وكل يعني كل القطاع الزراعي اليوم يؤمن بهذا البلد وبهذه الأرض اللي بدنا ننميها دايما. أصدقائي المشاهدين بعطيكم موعد الأربعاء دايما عبر الـ MTV الحال عنا، إلى اللقاء.